أشاد الأستاذ الدكتور عمرو عزة سلامة رئيس مؤسسة مستشفى السرطان بجمهورية مصر العربية في لقاء مفتوح مع الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة في جامعة البحرين بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة وعددا من المسؤولين والأكاديميين. أشاد بالدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للمستشفى بعد فوز المستشفى بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية. كما أعلن سلامة أن المستشفى يعمل حاليا على إنشاء مشروعات مستقبلية، منها إنشاء ملحق جديد للمستشفى وصديق للبيئة وموفر للطاقة يحوي على 300 سرير، وإنشاء أكاديمية تدريب لعلوم الرعاية الصحية لإعداد جيل جديد من مهنيين الرعايين الصحيين القادرين على توفير خدمة عالية الجودة، وإنشاء مركز أبحاث متطور لتطوير طرق العلاج وتحسين نسب الشفاء. من جانب أشاد الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية علي عبد الله خليفة أن من أهداف المستشفى هو تحقيق الاستدامة وتوفير رعاية صحية مميزة وتعليم متميز وبحث علمي متقدم. تكلموا عن قصة النجاح هذه الكبيرة والمتميزة وكيفية إنجاح العمل التطوعي في أي مكان، ونحن في جامعة البحرين سعيدين وممتنين لهذه الفرصة وللفرصة التي جعلتنا أيضا نستحضر هذه الشخصية الكبيرة التي انطلقت الجائزة باسمها. احنا جائزة هنهديها للأطفال والبسطاء بتوع مصر في القرى عشان نعمل بيها صرف صحي في قرى كتيرة في مصر مش موجود، فهنساعد. فأعتقد أن يعني الله يرحمه اللي طلع باسمه الجائزة هياخد ثواب ان هيعمل حاجه مستدامه، وفي نفس الوقت احنا هنحط اسمه على مبنى في المستشفى، فكل اللي داخل واللي خارج ان شاء الله يدعي له وان ربنا يرحمه وربنا يزود الثواب بتاعه.